لكم جلابة الرمضانية البنات شي حاجة واعرة من 45 اليوم داير لهم بروموسيون غير 30 أورو. أسرعوا البنات اللي بغات تبرع جلابة الرمضان موديل كينسيكم في موديل. شوفوا يا البنات موديل كينسيكم في موديل. أش هاد الرخا كنلقى ليما في المارشي. شوفوا لي آخر ما كاين في التليجة يا البنات، تليجة 10 أورو بلا دوبلوغ ديالها. شوفوا لي اللوينات، وهادي خداتها هاد السيدة، هادي هي كتسنى باش يقطع ليها. هادي أختي 10 أورو، هادي 10 أورو بلا دوبلوغ ديالها تليجة. اول مره في فرنسا كنلقى اختي الببوش. شوفوا لي اللي بغات الببوش اللي كتوحم اختي، ها هي اختي كاينه هنا في فرنسا. انا جبت لك اختي الببوش بالاعشاب ديالو، شي حاجه زوينه. ها هو اختي طيب مقادم صيد، كيصايبوا لك بالبواطه ديالو. كاين اختي الخضر، ها انت اختي جبت لكم اليوم اختي الببوش اللي كتوحم، غتبقى تدعي معايا. جبت لك الببوش اختي طيب، اول مره كنلقاها البنات في المارشي وكنلقى هنايا في فرنسا. عجبوني هاد الحجابات هادو هنايا في المارشي. شوفوا لي البنات والكاليتي ديالهم واعره. هادو كيجيو اختي بحال هكا مسدودين، ما كي محنوك لا في اللبسه لا والو، في الساع كيدخلوا. ها انتم البنات جايبين لهم الالوان ديالهم. ها انتم البنات موديل كينسيكم في موديل. شحال هادي وانا نقلب على هاد الببوش يا اختي. قولوا لي شكون هي اللي من عشاق الببوش في حالي. ايوا اختي لقيتو لكم هنايا عند خالتي فرنسا. البنات لقيتو في المارشي، كاين طيب وكاين الخضر. غادي تشوفوا معايا في الفيديو، انا خديت اختي هذا خضر وغادي نطيبوه بالعشوب ديالو البنات. النوزات والعضلات البنات عادي لا لقيتوها غير خذوها. بالنسبه للركابي الالم، بالنسبه للبواسر، بالنسبه لتعود السيده دابا قال لك مخيره. هذه راه بزاف الناس كيقلبوا عليها ديال الجمل البنات. هي عندها السيد هذا. شوفوا لي يا اختي الحداقه الببوش اختي من بعد الطاب. انت اختي شوفي لي كدير ما شاء الله، كيشهي حقكم في الجنه يا البنات. ها هو اختي الببوش، جبت لكم اليوم اختي الببوش من فرنسا. هانتوما من بعد ما طاب كيجي بحال هكا يا البنات. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اختكم اسماء فين جات اليوم؟ يلا قولوا قولوا يا البنات. المارشي، المارشي يلا شكون هي اللي من عشاق المارشي كتبغي اختي المارشيات؟ تقول لي في الكومنتير. عرفتي بزاف البنات اسماء المارشيات. واش اختي بغيتوني نجي نتقدا هنايا مع هذا البرد؟ كزيت البنات غير دابا فاش دخلت، يلاه دخلت المارشي والله يا البنات الا كزيت واحد البرد. قلت لكم ان شاء الله غادي غير يسخن الحال. اختكم اسماء معاكم بالجديد، ما كاين غير الجديد والمارشيات ان شاء الله. انا عارفه تكونوا تقربوا تمشيو للبلاد وتبغيو اختي تشريو وتبغيو تتقداو وتسناو الفيديو ديال اسماء، شنو حطات اسماء، شنو كاين في الجديد في المارشيات. بون البنات جيت المارشي ديال شوازي لو روا، تيكون جودي وديمونش. الخميس والحد كيكون غير الصباح صافي اختي. الوحده كيجمع المارشي، الجوج ما غتلقاي حتى شي حاجه. البنات اول حاجه بغيت نبدا لكم بها عند هذا السيد هذا كيبيع جليبات غزالين واعرين بالنسبه لرمضان ان شاء الله. جلابه ديال رمضان اختي. بون البنات نكمل لكم، قلت لكم على حساب جليبات هكا رمضان ندير لكم واحد لا بروموسيون اليوم من 45 البنات. هود لكم 30 اورو كلشي لبس وكلشي تبرع مع اسماء. جليبات ب 30 اورو البنات. كاين هذا الموديل هذا فيهم توت لي طاي، بالنسبه لي طاي كاملين. السلام عليكم صافا. فيهم توت لي تلاش حتى 3 XL، يعني صافي كلشي الضعيفه تلبس والغليظه تلبس وكلشي يلبس. كاين هذا الوين هذا بالنسبه للكميمات البنات. انتم راه كيكونوا مطروزين يعني بحال بحال الطرزه اللي كاينه في الصدر. شو عين عقده، دائما عين عقده، خدمه ديال المعلم شي حاجه زوينه. كاين اختي هذا الخضيدر هذا، هذا الفيغ. كاين اختي البلو مارين، هاد اللوين عرفتو اللوينات زوينين اللي كتبغي غير هادي اللي كنت خديت انايا فاش عجباتكم البلو خديتها من عنده. بزاف البنات اللي عجباتهم. كاين عاوتاني اللوينات جوج، يعني كما قلت لكم راه جلبات غزالين. انا نوريكم الفوق البنات. كاينه ثاني في الكحل، بغيتو الكحل في الكحل تجي زوينه البنات غزاله. هاد الكحل في الكحل هذا الفودان، هذا ديال البرد البنات، جلبات ديال البرد. ها انتم البنات شوفوا لي معلقه باش هكا تبان لكم مخيرات زوينه زوينه جليبات غزالين. شوفوا كاين هذا الموديل هذا، كاينه هذه ثاني فحال هكا في المارو كتجي زوينه البنات هكا. والخدمه شوفوا لي ما شاء الله على الخدمه، كتجي فيها الصم ديال الصم البنات ديال الصقلي، ومعاه هكا عين عقده كتجي زوينه. يعني جليبات غزالين. راه بزاف البنات اللي خداوهم لعندو شكروني، وكما قلت لكم في جليبات عنده زوينين. كاين اختي الزرق، كاين هذا اللون هذا، وعنده حتى لي فولاغ البنات. لي فولاغ بالنسبه لهذه انا غنوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. كيجيو الكميمات ديالها فيهم طريزه. شو البنات فيها طريزه وفيها الصم. تاخذي اختي عنده. شوفوا هذه المنتقد، هذه المنتقد هذه واعره البنات. هذه المنتقد هذه غزاله. شوف عنده قلت لكم 30 اورو جلالب اليوم دير لهم بروموسيون 30 اورو 30 اورو. السلام عليكم. يعني تاخذي من عنده جلابه وجي اختي خذي لي واحد الشال ولا فولاغ. راه عنده هادو اللي هادو لي زيشارب البنات. بالنسبه لهكا الشارب عنده زوين البنات وعنده الكاليتي 4 اورو ولي 3 بوغ 10 اورو البنات. سخيخني اختي سخني عظيماتك. وعندك لي فولاغ ولا ما عندكش؟ كاينين كيبان لي شي حاجه ديال 1 اورو.
واش سي فري شنو هادو دير لي بوني ان نورو اه داكور ما بقاوش لك بزاف لي بوني ان نورو عنده لي شال عنده لي فولاغ البنات عنده كل شيء زعما تبارك الله هادو شحال 3 أورو 4 ب 10 لي 4 بوغ 10 البنات عنده هذا الموديل هذا هو زوين هذا عجبني هذا الشكل هذا غزال البنات شحال هذا 3 أورو خويا باز ليكم مع هذا البرد والبنات والله تكزيت شوفوا 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 ايديا وحق الله تكزيت البنات وحق الله عاتور الله يحسن عوان هاد المساكن اللي كيخدموا في المارشي والله الا حسن عوانهم في هذا البرد هذا انا ما درت لا لي غون لا والو جيت اختي كزيت غادي نمشي نجري اختي غادي نكمل غادي نضرب لكم دوره خفيفه ظريفه تروحوا المارشيات يلا البنات خليكم معايا ندخل دابا المارشي اللي لقيتها غنبارطاج معكم عنده هاد لي شال لي فولاغ زوينين البنات 3 اورو 4 10 اورو تاخذي ليك واللي عزيز عليك ب 10 اورو اختي 4 هنايا البنات غادي نبارطاجي معكم لي حجاب لي فولاغ هاد السيد هذا عنده لي فولاغ لي حجاب عنده ديال لاسود مدين شي حاجه زوينه البنات بالنسبه لي فولاغ البنات اللي ساكنات بعادات لي فولاغ ديال لاسود مدين لي حجاب راه عندي البنات اللي بغات شي حاجه دخل عندي هانتوما شوفوا لي هذا الموديل هذا داير ليه 8 اورو 8 اورو هذا ديال ليكرا البنات شوفوا من هنايا كيجي مسدود غزال هذا الموديل هذا عجبني ديال ليكرا كاين هذا الموديل هذا كيجي بحال هكا الشور البنات هو ديال الاداء ديال المسلين كاين هذا الموديل كيجي هكا مزيكزاك وسمحوا لي كيجي فيه زيكزاك هكا داير ليه 6 اورو هذا ديال ليكرا البنات لي بوني عنده لي بوني عنده هذا الموديل تا هو زوين كيجي سخيخ عرفتوا عنده موديل كاين سيكونت موديل نوريكم واحد الموديلات اخرين ديال بالنسبه للميمات اللي حجاب زوينين ها انتم هادو راه سخيخين هادو داير ليهم غير 2 اورو البنات 2 اورو عرفتوا هادو راه كنت واحد العام خديتهم خديناهم ب 4 اورو جات مرت خويا من ليطالي خداتهم ب 4 اورو من هنا من المارشي شوفوا اليوم واش ما عرفتش واش الثمن ديالهم هذا 2 اورو ولا ما نعرف كاينين هادو 1.50 هاد لي بوني هادو البنات كاينين هادو ديال بالنسبه للميمات كاين هاد الموديلات هادو كاين هذا 3 اورو شوفوا البنات هذا 3 اورو كيجي على هذا الشكل كاين هذا الموديل هذا في الكحل شتو كاين ديال 4 اورو كاين ديال 3 اورو كاين هذا الموديل هذا هادو فيسع هادو باش كيعجبوك فيسع كيدخلوا يعني ما كتبقاش بالنسبه للميمات ما تيقدروش يبقاو يدوروا يعني لي فولاغ وهذا هذا كيدخل نيشان يعني زوين يعني فاسيل يعني بالنسبه للبسه ديالته فاسيل هما حاطين لكم الميمات انا عارفاكم ما مهتمينش دابا في هذه الوقيته بالمارشيات ولكن كوميم مره مره نجي نبارطاجي معكم اشنو كاين هادو البنات كاين هاد الموديلات هادو ديال الحجر شو البنات بغيت نبارطاجي معكم عند هذا الاخ هذا عنده لي بارفان عنده شي حاجه زوينه يعني شي حاجه شرقيه لي بارفان شرقيه وعنده واحد البارفان زوينه سا مارش تري تري بيان وما شاء الله يعني كان عليها واحد الطلب كبير يا راهي البنات وكيبيعها بواحد الثمن رخيص البنات غير جيو عنده غادي يكون ديمونش بروشان ان شاء الله كاين هنايا في المارشي غتلقاوه بالطابله ديالته البنات جيو عنده راه كيبيع الرخاء عنده كل شيء رخيص ما نكذبش عليكم ما نقدرش نقول لكم الاثمنه حيت كاينين الناس كيبيعوا بالغلا كيبيعوا باثمنه غاليه ما نقدرش يعني كل واحد ورزقه كل واحد الله يسهل عليه هذا الولد هذا ما كيبيعش بالغلا وعنده لا كاليتي وعنده داك الشيء الطوب البنات راه عرفتوا فين كاين راه غير حدا مول الجلابه ماشي بعيد على مول الجلابه دونك انا صورت لكم بعد مول الجلابه راه غير حداه دونك هذا البنات هذا البارفان هذه راه عنده زوينه وعنده واحد الحاجه اللي زوينه 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 بزاف ولقيت الناس كي الناس بزاف كيهضروا عليها هذا البنات ديال الدهن ديال الجمل ديال البرد قالك مزيانه البرد و اللي عندها روماتيز اللي عندها روماتيز اللي عندها الالم في الدهنيه التي يحملها الجمال فوق ظهره زوينه قالك بزاف الناس كيقلبوا عليها ديال الشامو البنات زوينه ديال الجمل جمل 100% البواسر العذر بواسر مغويبه كثيره التي منها يقفض الام البواسر مفيده قرات السيده دابا بالنسبه لبحال هكا البواسر بالنسبه للالم ديال المفاصل يعني الروماتيز زوينه زوينه هذه البنات عنده بزاف عنده لي بارفان زوينين عنده الاميرات العرب عنده فخر اللطافه عنده البخور البنات انا قلت غنبارطاجي معكم عنده داك الشيء زوين عنده هاد لي بارفان هادو شي حاجه زوينه وراه كانت الطابله عنده عامره انا جيت عنده شويه معطله عنده يارا البنات عنده هذه يارا الصفراء وعنده حتى الغوز غتلقاو عنده لا سومون بروشين ان شاء الله الغوز البنات اللي تيقلبوا عليها بالنسبه لاميرات العرب عنده هذه الغوز وعنده البوردو غادي تكون تاهي ان شاء الله لا سومون بروشين فخر اللطافه اللي الريحه واعره المفضله عندي شي حاجه واعره البنات عنده الروح غزالين وهنا يا اختي جيت نبارطاجي معاك الاثواب ولقيت يا اختي انيزات واعرين والاثواب واعرين البنات شوفوا لي لقيت هذا الموديل هذا شوفوا موديل كاين سيكونت موديل بلاتي يا اختي غنوريكم بزاف الموديلات هذا البنات راه لقيتو دايرين ليه 10 اورو هذا جوهره كيجا
10 اورو 3 متر 3 متر ياكل بالعسل ما مودلش صا سي كليجه كليجه اخر ما كاين في كليجه البنات شحال سي كومبيان 10 اورو افيك لا دوبلو 10 اورو ويلي البنات 10 اورو هذا البنات قال لي 10 اورو افيك لا دوبلو غي خدات منه السيده دابا 10 اورو يختي بلا دوبلو كاين الابيض وفيه الباج البنات بلا دوبلو ديالو كليجه واعره البنات كليجه غزال وكاين هذا الفيغ هذا يعني وفيه الزرق وفيه البوردون شوفوا اللوينات ديالو شوفوا لي اللي خدات المره دابا 10 اورو يا البنات 10 اورو كليجه بلا دوبلو البنات كما قلت لكم راه عنده تويبات زوينين صراحه وعنده داك الشيء غزال شوفوا لي واحد ديال التقشيطه هي البنات غزال غزال هذا ملبت سي كومبيان ايسي هذا ملبت كامل البنات شحال 150 150 اورو البنات شوفوا كيفاش داير عرفتوا كله ملبت وثقيل ديال شي تقشيطه الله الله شي تقشيطه نيت اختي شي عراسيه البنات من قبيله وانا كنقلب عليه من قبيله وانا كنقلب عليه جيت اختي خصيصا باش نبارطاجي معاكم الببوش اختي الببوش شوفوا ليا بغيتو البنات طيب بالاعشاب عرفت واحد الريحه ما شاء الله كتشهي هاد السيد هذا كيصايبو شي حاجه نقيه شي حاجه زوينه البنات اللي كتوحم غتبقى دعي معايا دعي معايا دعي معايا حيت واحد البنت كانت واحد المره خلات لي واحد التعليق قالت لي اختي اسماء كنتوحم وبغيت الببوش انا اختي جبتو لك بين يديك البنات غير ديروا لي واحد جام ديروا لي لايك وبارطاجيو البنات راه جبت لكم اختي الببوش هاي المره خداتو هكا في لابواط ديالو طيب غادي ديه للدار ديالها كيعطيك اختي الدوقي هنايا ها هو كدوقي اختي عنده بالاعشاب بغيتي اختي خضر وطيبيه في الدار ديالك ب 7 اورو 50 الكيلو 7 اورو 50 الكيلو كتاخذي اختي خضر وطيبي هذا راه صايم ياك اخويا صايم كيكون صايم كعي كديري في الماء كيتحل صافي كيحيا كيخرج فهمتوا البنات ها هو الاعشاب ديالو يعني من هنا كيعطيك الاعشاب ديالو وطيبي اختي في الدار ديالك هذا بشحال ها هو البنات كيعبر ليا باش ناكد لكم راه خميس ما تيكونش كيكون غير الحد والمارشي ديال فيتري سوبسان كيكون غير ميركودي البنات غير الاربعاء اختكم اسماء خدات كيلو غادي ندي اختي وغادي نصايبو في الدار غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله فاش نطيبو هنايا البنات وصلت للدار بغيت نشارك معكم اختي الببوش الا بقى ليا دابا الوقت غادي نوريه لكم الا بقى ليا الوقت غادي نوريكم النتيجه كيفاش جا انا غادي دابا ان شاء الله دابا انا كنوري لكم خضر ومن بعد الى طبق قبل ما نحط لكم الفيديو غنوريه لكم طيب هو العشب ديالو بصراحه عند هذا السيد هذا اللي مشيت تصورت لكم عنده البنات في المارشي دقته عنده زوين صراحه عنده زوين وكما قلت لكم بغيتو خضر عنده بغيتو طيب شكون هي اللي من عشاق البابوش بحالي تكتب لي في الكومونتير عرفتي كنحمق عليه صافي ماما ميساج لماما ما تبقايش تصيفطي ليا البابوش كنقول لها ديما ماما مسكنه كنقول لها صيفطي ليا البابوش كتقول لي بنتي راه خصو ما يوصلش مزيان تنقول لها صيفطي ليا الصايم كتصيفطوا ليا مسكينه دابا صافي ما بقيتش نجيبهم من المغرب حيت كاين هنا 7 اورو 50 باش خديتو البنات كيلو عطاني كيلو 100 غرام هانتوما يا اختي البابوش هانتوما البنات سمحوا لي والله الا سمحوا لي حقكم في الجنه صراحه جا زوين زوين كاين اللي كيدير هاد العشوب هادو كيديرهم فواحد الكموسه كانت كديرها الوالده كديرهم فواحد الكموسه وباش ما يبقاوش هكا دايرين وكاين اللي كيلوحهم غير هكا ولكن زوين البنات شوف تبارك الله غزال وبنين وما شهيتكم البنات راه كيكون البنات باش نقول لكم كيكون غير الخميس كيكون غير الحد ما تيكونش الخميس البنات في المارشي ديال فيتري سوغسان كيكون غير ميركودي فهمتوا البنات راه شي حاجه زوينه صراحه عنده ببوش غزال